وبمثل ما استقبلت به مدينة تعز الخالدة الزعيمان الحمدي وزائد والوفد المرافق للضيف الكبير من حفاوة وحب وتقدير، ودعتهما بالحفاوة والتكريم، حيث تحرك الموكب إلى مدينة الحديدة عروسة البحر الأحمر. وكان في وداع الزعيمين الجموع الغفيرة من جماهير محافظة تعز، وفي مقدمتهم محافظ تعز والقائد وعدد من كبار المسؤولين مدنيين وعسكريين. وعبر طريق تعز الحديدة كانت الجماهير تحتشد على جانبي الطريق، وكانت الجماهير في القرى تقطع المسافات الكبيرة لكي تلتقي بالزعيمين وترحب بهما الترحيب الحار المعبر عن الحب الصادق الذي يكنه أبناء الشعب اليمني لشعب الإمارات العربية، ممثلة بقائدها وزعيمها الشيخ زائد بن سلطان آل نهيان. وقد توقف الركب أكثر من مرة نزولا عند رغبة الكتل البشرية من جماهير مناطق تهامة الأبية، واستقبلت الجماهير الركب الكبير في كل من مدينة زبيد التاريخية ذات المآثر العلمية والإسلامية، والتي أسهمت إلى حد كبير في حفظ التراث العربي والإسلامي. وكذلك استقبلت الجماهير الغفيرة الموكب الكبير في مدينة بيت الفقيه، هذه المدينة التي لا تزال تحتفظ بالكثير من الصناعات الحرفية اليدوية ذات الشهرة الواسعة. ومنذ الصباح الباكر خرجت الجموع الغفيرة من أبناء مدينة الحديدة والمناطق المجاورة لها، خرجت عن بكرة أبيها وحتى الكيلو 16 لاستقبال الزعيمين الحمدي وزائد والوفد المرافق لهما، ترحيبا بقدومهما إلى محافظة الحديدة، تلك المدينة الجميلة والتي تشهد اليوم نهضة عمرانية واقتصادية واسعة. وقد شق الركب طريقه نحو مدينة الحديدة وسط الهتافات والزغاريد المدوية، والتي كانت تحمل في قلوبها صفاء السماء وفي عيونها الأمل الكبير بمستقبل زاهر ومتطور عبر علاقات أخوية ومتينة. وبهذا اليوم تكون مدينة الحديدة قد شهدت يوما من أجمل أيامها، وظهرت بأبهى حللها، وقد ازدادت جمالا إلى جمالها بشمسها الفضية ومنازلها المكسوة بأعلام البلدين الشقيقين، وشوارعها بأقواس الزينة واللافتات التي تحمل عبارات الترحيب الحارة بمقدم ضيوفها الكرام. وكان في مقدمة المستقبلين للزعيمين الإخوة محافظ لواء الحديدة وقائد اللواء وكبار المسؤولين مدنيين وعسكريين. ووسط الجماهير الغفيرة واصل الركب مسيره بصعوبة بالغة حتى القصر الجمهوري، نزل الزعيمان والوفد الكبير المرافق ضيوفا على محافظة الحديدة، يرافقهما الأخ المقدم أحمد الغشمي عضو مجلس القيادة ونائب القائد العام ورئيس هيئة الأركان العامة ورئيس بعثة الشرف المرافقة.
ووسط حفاوة من التكريم أقامت محافظة الحديدة مأدبة عشاء كبرى على شرف الزعيمين الكبيرين. وبهذه المناسبة العظيمة لزيارة الضيف الكبير لمدينة الحديدة